مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى ونومور وفيديو جديد. اليوم الفيديو تبعنا راح يكون عن الجامعة والدراسة في الجامعة، شوية أسئلة هيك أجتني حبيت أن أطلع أجاوبها على التشانل. هلا هو أنا من فترة طويلة كنت حابب أني أنا أقدم الماستر، لكن كنت بستنى أني أنا أعرف إيش التخصص اللي أنا بدي إياه وأخذ لي شوية قبولات وأشتغل لي شوي بالماركت. أجت الفترة اللي أنا أخذت فيها النية حاليا أني أنا أبلش في موضوع الماستر وأني أنا أخذ هاي الخطوة وأسجل في جامعة قطر. قبل هيك أجاني قبول في الجامعة الألمانية الأردنية، لكن لأني موجود في دولة قطر فما زبط أني أعمل مقابلة أونلاين، فهي حطوها في بالكم، لازم تروح على المقابلة بشكل شخصي، فما زبط أني أنا أبلش في الجامعة الألمانية الأردنية. لكن اليوم أنا عم باخذ هالخطوة، سجلت في جامعة قطر زي ما حكيت لكم في فيديو قبل هيك وأجاني قبول الحمد لله ورحت على المقابلة ومشت الأمور تمام. علشان هيك اليوم أنا بدي أحكي عن الأسئلة اللي أجتني واللي ممكن أن تفيد أشخاص ممكن يكونوا يفكروا بهذا الموضوع، فخلينا نبلش. السؤال الأول اللي كل الكوكب أول ما تحكي له موضوع ماسترز في جامعة قطر أو في جامعة في دولة قطر بيسألك، كم تكلفة الدراسة لهذا التخصص في هذا المجال في هذا المستوى الأكاديمي؟ سعر الساعة المعتمدة أو الساعة الدراسية في برنامج الماستر في جامعة قطر هو 2000 ريال للساعة، يعني في الفصل اللي انت عم بتسجل ثلاث مواد، فالثلاث مواد كل واحدة منهم بثلاث ساعات معتمدة وعبارة عن 9 ساعات، فبيطلع توتل الفصل الدراسي 18,000 ريال. بس الحلو في الموضوع انه انت مش ملزم انك انت تدفع هذه القيمة اول ما تسجل للفصل، لا، انت معك من لما تسجل للفصل الدراسي لغاية ما تخلص امتحانات الميد، خلص امتحانات الفاينل، بعدين يجي موعد التسجيل للفصل الدراسي اللي بعده، في هاي المرحلة انت ملزم انك انت تدفع القيمة اللي عليك، والدفع كله اي ثينك انه اونلاين، انا لسه ما دفعت، فلما ادفع ان شاء الله بحكي لكم. طيب السؤال الثاني اللي دائما بالحق الجواب تبع السؤال الاول لما تحكي له انه هذه هي القيمة اللي انت راح تدفعها لعدد الساعات اللي انت راح تدرسها في برنامج الماستر في جامعة قطر مباشرة، هل ممكن ان الواحد يحصل على منحة دراسية في جامعة قطر في برنامج الماستر؟ الجواب هو لا، ما في منح دراسية من جامعة قطر لبرنامج الماستر، لكن اذا قدرت انك انت تحصل على المنحة اللي هي مش منحة، هي الوظيفة مساعد تدريس، فاذا طلع لك هذه الفرصة تبعت العمل في الجامعة بجانب الدراسة، فاي ثينك انه انت بتحصل على راتب وبتحصل على خصم 50% على البرنامج الدراسي اللي انت قاعد تدرسه. وصراحة مش متذكر قديش الراتب الشهري، يمكن 9000 ريال اللي انت بتحصله من خلال هاي المنحة. السؤال بعده اذا ما كنت شملته في السؤال الثاني، هل يوجد خصم ممكن الطالب يحصله لأي سبب من الأسباب؟ لا. والسؤال اللي برضو بيجي كثير، هل طيب اذا بما انه ما في منح من جامعة قطر نفسها، هل في منح ممكن ناخدها من جهات خارجية اصلا مش من جامعة قطر؟ الجواب هو نعم، في اكم من منحة ممكن الواحد يقدم عليهم، ممكن انك ندور عليهم وانك انت تقدم لهاي المنح اذا كنت حاصل على الموافقة تبعت برنامج الماستر اللي انت بدك تدرسه. سؤال جدا مهم انسألته، كم اخذتك المدة من تقديمك لبرنامج الماستر لغاية قبولك ولغاية بداية الفصل الدراسي اللي انت قاعد تدرس فيه؟ انا اول ما بلشت التسجيل او اخر موعد للتسجيل او للتقديم لبرنامج الماستر في جامعة قطر على حسب ذاكرتي كان يا اما 20/1/2020 او 28/29/1، يعني باخر شهر 1 من 2020 لحتى اسجل للفصل الدراسي اللي هو 2020 فول 2020 الشتوي 2020. اول ايميل قبول اجاني بشهر 4 على حسب ذاكرتي، وثاني ايميل قبول اجاني بشهر 6، بعدين اجاني طبعا تم قبولك وارجع قدم كم شغله راح يطلبوها منك اوراق، فبعديها اجاني ايميل للاورينتيشن داي اللي كان بشهر 8 ب15/8، وبعدين خلص بتصير تستخدم انت ايميلك الجامعي بدل ايميلك الشخصي اللي انت حاطه، وبصير كل الاعلانات وكل الايميلات تروح وتيجي على ايميل الجامعه. وعن جد ايميل الجامعه في جامعة قطر يعني بدي احكي لك الفريكونسي عليه كثير عالية، يعني الناس شغالة منيح في الاي تي وفي التكامل بين العملية التدريسية
والايميل والاي تي اللي قاعد انت بتستخدمه، والردود تبعتهم بتكون سريعة جدا. اذا انت في عندك اي شيء بدك تسأل عنه، خلينا نطور على هذا الموضوع وانتقل للسؤال بعده بشكل مباشر. سؤال اجاني كثير، هل يمكن للجنسية الغير قطرية انها تدرس في جامعة قطر؟ يعني هو صحيح انا لهجتي مبينة قطرية حتى النخاع، بس انا اردني يعني وانا عم بدرس في جامعة قطر. نعم، كل جنسيات اي ثينك بيطلع لها ان هي تقدم للدراسة في جامعة قطر، اللي بيطلع له قبول فيدخل على الجامعة. السؤال اللي كثير مهم، طيب انت جنسيتك اردني او انت مش قطري وقدمت بس انت مقيم في دولة قطر، هل يمكن للشخص الغير مقيم في دولة قطر انه هو يقدم للماستر في جامعة قطر؟ الجواب هو نعم. انت كشخص غير قطري وغير مقيم في دولة قطر عندك ability انك انت تقدم لبرنامج الماستر في جامعة قطر. اذا تم القبول فانت عليك انك انت تمشي في اجراءات الفيزا والاشياء اللي راح يطلبوها منك later on لحتى ان هم يخلوك تيجي على دولة قطر وتدرس على كفالة جامعة قطر، مش على نفقة جامعة قطر، على كفالة، يعني طلعوا لك اقامة كطالب. اللي بينحكى او اللي صار فعليا، مش اللي بينحكى، في الاورينتيشن داي تبع هاي السنه بسبب الكورونا نصحوا كل الغير مقيمين في جامعه قطر انهم ياجلوا تسجيلهم للفصل القادم او للماستر المره القادمه، واستخدام نفس القبول اللي طلعوهم هاي السنه. انت بتقدر انك انت تقدم للجامعه وبتقدر انك انت تعمل فريز للقبول تبعك ل الفصل او البداية اللاحقة، يعني ما تبدأ مباشرة في نفس الفصل اللي تم قبولك فيه. وقالوا لهم انه نتواصل معكم، تتواصلوا معنا وبنحل المشكلة وبتتفضلوا على دولة قطر. سؤال كثير بيجي عن موضوع الفصل بين الجنسين في الجامعة، يعني مباني او محاضرات بنين لحال وبنات لحال. ثيوريتيكال يس في فصل. هلا في البكالوريوس الصراحه ما بعرف قديش امكانيه او قديش فعليه حدوث هذا الموضوع انه فصل بين الجنسين، لكن في الماستر ما في فصل، احنا عم ناخذ الجنسين عم ناخذ مع بعض بنفس المحاضره بنفس المباني وبنفس القاعه. فبالماستر يمكن هو ما في فصل صراحه. بمرحله البكالوريوس انا ما بعرف او ما لاحظت او ما حاولت ان انا اعرف هذا الموضوع، لكن في الماستر جروبس مع بعض، طلاب مع بعض، وفي المحاضرات مع بعض. واي ثينك اصلا احنا بناخذ بمبنى البنات، يمكن على حسب معلوماتي يعني مش متاكد، بس اي ثينك انه احنا المبنى اللي عم ناخذ فيه المحاضرات حاليا هو مبنى البنات مش مبنى البنين. نيجي للسؤال اللي فعليا بدنا نجاوبه وعم بيجيني كثير، اللي هو ايش هي